صباح الخير عليكم البنات، كي راكم عميراتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير فراشتي، ان شاء الله قديمه منورات، ان شاء الله ربي يحفظكم ويكملكم ما تمنوا. بغيت نبارطاجي معكم كما راكم تشوفوا هذه ميمتي، ربي يحفظها لي طول لي في عمرها، راهي تغسل في العنب. انا قلحتها طلعت فوق القرمود، تامنوا، وقلحتها نموت عليها، غرسها بابايا الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمه. الشيرات اللي ما راكم تشوفوها هي تغسل فيه، تعرفوا عليها نخلوها هي تغسلها، تأمني تغسلها على حبه، متصبرتي لا متصبين من الماء. هذه هي الدالية الشيرات، راه في عمرها ما نقول لك 57، ما نقول لك 58، باسكو كان غارسها بواحد العامين ولا قبل ما يزيد خويا كار كبير، ربي يحفظها ان شاء الله طول في عمره. وهذه الرمانه الشيره تاعو كي حلوه، انا ما قلحتش ما جبتش معايا باسكو مازال شويه في هذيك الحموضه، قلت خليه حتى يطيب وتجيب لي ماما كي تجي عندي ان شاء الله. شوف انا نبغي نحوش فيها كل الغرس وفيه الورد وفيه، وانا ديكي راه مهبلني شيرات. ايوا هادو البقع اللي شوفوا ما شاء الله، نبغي هكا الطبيعه شاله. ولادي تاني يموتوا يموتوا على الحاجه اسمها النباتات، ايوا تروح لهم ويبداو ماما جذور وراهم، قلت لهم جذور تحت الارض. وهذا الطعام من يد اختي حبيبتي اللي ربيتني، اللي قلت لكم رشيده نوجلها تحيه من هذا المنبر. شوفوا ما شاء الله، يا الحبه هكا تغويكم تقولوا صغيره، يا واحد الحلاوه فيه ما شاء الله ما شاء الله. راني جبت معايا العجوز تي عطيت لها عجبهم، حماشي قالت لي حلو بزاف، فادعي لها بالرحمه المولى. وهذا حبيبي نحن سموه نوح محمد اياد، ولد اختي اللي مربياته ماما من اللي زاد مربياته. شوف الله يبارك، راه عندها دار لك عامين، جايب زعما الجافيل يجر فيه زعما، شوفوني انا فيش ما شاء الله، الله يبارك ولدي الله يبارك، ويحطها هنا مسكين. شوف حنا قايلين الشكله معاه، دادوس بحدوش دادوس بحدوش يحطها سازي ولدي فوالا سازي حبيبي سازي. وهنايا الفطور في دارنا، رشيده اختي توجور دير لهم طابله، وانا نموت على العنب والطعام. شوفوا الساجي يعرف لي البلاد اللي يديروا فيها الطعام والبن والرايب والعنب، البن ولا رايب يسقوا بالطعام يزيدوا العنب، هي الشاطره تقول لي في كومون. وهنايا شيرات العشيه عرضتنا اختي، قالت لي راح يجيب الدراري وماما وناكلوا البغرير، هيا رحنا كما راكم تشوفوا هاي الطابله حطت فيها الدراري. تقهوينا في الحق فاتت غايه، شربوا كلاو البغرير الكاطو، وكان ولادي ياكلوا من بعد يعاودوا يدوروا شويه وما يكملوا صوالحهم، بعد يقول لك عطينا صوالحنا، خلات لهم طباصهم حق شبعوا عمرها دار قوي الخير ان شاء الله. وهنا الروتور، راني راجعه لدارنا باش نخمل صوالحي ومستغالي معياطه صاي كملنا الجوله، يا درا شوارع غادي نشوف الله يبارك ولا لا منقينا كليمات، يعني راهي شابه زعما تهيأ بلي الجو تاع الشتاء راه جاي. هذه هي انا نايم اللور انا وبنياتي وماما اللي قدام، الوغ ونقول دارنا ونخمدو صوالحنا وغدا ان شاء الله. اجاي الصباح هنايا، كان جاي الصباح باسكو هو يخدم الحشيه، شتو درت معاكم اللايف تاع يا طفلة تقول لك نروح لدار بابايا، بصح اختي دار باباك ماشي تمثلك، دارك هي اولى، تهلاو في رجالتكم تهلاو في وليداتكم. شوفوا هنا القط عربكم اللي راجلي سما هرتت والله ما صبناه الشيرات، راني من ما نشوف لي فيديو تاعو عاد تجيني الدمعة قسما بالله، بوغتون دايرت له سبته وكاع بصح والله ما لقيته، خرج عند الباب ما كاش، ما حسيت رفدوه ما حسيت، معليش ان شاء الله اللي يداه يتهلا فيه وصا ما يعوض علينا ربي، والله انا نبغي القطوط الله غالب. وهنا يا خرجت انا وراجلي شرينا شويه صوالح عند كوانا لاكري، ودي شيكولات تعرفوني بلي نحب بزاف كاع الصوالح تاع الشيكولات نموت عليهم، شرينا شويه صوالح كم عارفين بلي يخدم الحشيه وكاع، هاكا فوتها في دارنا ورجعت لداري سلامه.